جاويد قارصو. شو في جاويد؟ مراد علمدار لساته عم يراقبني. إيه طبعا إذا بدك تتصل فيني كل شوي رح يراقبوك. أنت لا تضايق حالك، اترك مراد علي، هو عم براقبك يا جاويد لحتى يضايقك. الملف اللي قدمت لي اياه دققته منيح يا استاذنا، ولحتى اعمل هذا الشيء انا لازم اكون دكتاتور كبير. عند اللزوم اكيد هيك رح تكون. الديمقراطيه ما بتوصل البلد على محل، ما عم تعمل شيء غير انه عم تربطنا اكثر. مستشاريه كانت عينك فيها صعب، هي فرصه كبيره ولازم تستغلها منيح. انتو شو عملتوا مع الختيارية؟ الختيارية خلص شطبوا على مراد. رح نبدأ بجاويد، بدنا نلاقي رجال اسكندر واحد واحد ونصفيهم. بأي صفة رح نعمل هالشي؟ نحن مو بحاجة لصفة بالمرة، اسمنا بيأدينا. ايه معلم، الدولة بدها تفرح إذا قتلنا، بس بتدفعنا الفاتورة. هن يقطعولنا الفاتورة ونحن مندفعها. انتو قد ما بدكن فيكن تعترضوا، وقد ما شطبوا الختيارية على مراد علمدار، اذا بدنا نحط ايدينا على الحكم بالبلد هذا الطريق واضح. لازم نمحي الاسماء اللي بالقمة كلها. انا خصصت المصاري اللي بتدخل من المخدرات كلها لهي الشغلة. السيد جاويد رح يأمن لي مقابلة مع الاسرائيليين، بدي أحصل على دعمهم وعلى أجهزة التنصت تبعهم. بدي أتنصت على كل شخص موجود بهاي البلد، خاصة اللي فوق، بدي النفس اللي بيتنفسوا. لما تكون علاقتي منيحة مع الإسرائيليين أنا بقوص كل اللي فوق وبلبس الموضوع لمراد. بأول يوم رح أوصل فيه على الحكم، برجع عقوبة الإعدام وبشنق صهرنا مراد. خلينا نروح يا صديقي مراد، والله جاويد رح ينبسط كتير إذا تعرف عليك. ما رح يقتنعوا أبدا، وما بتسوى أكتر من هيك. أكيد بتسوى. هدول رجال مين؟ قراب من خليل إبراهيم. ألو. مرحبا جاويد، أنا ومراد كنا عم نفكر نجي لعندك نحكي نشرب لنا فنجان قهوة. يا سيدي زمانك باسطنبول اليوم، بكرة منجي لعندك. واحد خبيث
فرح كتير، عم يستنانا بكرة. فرح يا خال، هذا واحد كذاب، لا مسافر ولا شي، هو باسطنبول. طيب بلكي في عنده شغل تاني بيكون كذب لحتى ما ينحرش. ولك انت ليش معلق على هالزلمة؟ ما عادت فهمت عليك يا مراد. راح تفهم يا خال، راح تفهم. الله لا يوفقن يا سيد جاويد، وقت بدنا نقتل بولوط صارت معنا شغلة لا على البال ولا على الخاطر. هاي الشغلة مو مستعجلة. إمتى ما بدك فيك تقتله. قال الهربانين من الجبل عم يجوا لعندك. لا مو من الجبل. لا تعطيني بزلمك بدك مصاري. روح اجمع اخوه كاتب لك قديش ومن مين. لحظة، إذا بتريد لا سمي اخوه، لأنه هذا الشيء ما هو أسلوبنا. يا سيدي تبرع. إيه ها هذا الحكي. طبعاً ما بعرف شو مصلحتك من جمع التبرعات، بس بتفيدني بشغلي. هلأ أنت شو بدك بمصلحتي؟ اهتم بمصلحتك. المبلغ اللي بتجمعه تاخذ مني قده تماماً. كتير مقهور. شو بيطلع بإيدي؟ ماشي، أنا ما عم بحكي عن تنزيل الولد، بالنتيجة قرارك، بس طلب الطلاق. أنا ضايقتك معاملتي شي؟ الحقيقة القصة مو هيك فؤاد، طالما قلبي وعقلي مع واحد تاني غلط استمر بالزواج منك. شو ملاقي فيه وما لقيتي فيني أنا؟ يمكن ما رح أعرف السبب نهائيا. معلم شو عملت كاظم؟ ناطرها معلم. ليش شو في كل هالوقت؟ والله ما بعرف. خلاص فوت جيبها لغمزة. معلم ليك اطلعك هلا بحاكيك. دير بالك على حالك فؤاد. وانتي شو عملتي؟ فؤاد صدقني قال ما رح يعمل مشكلة بالطلاق بنوب. عال ماشي، روحي على البيت المسا بشوفك. Thank you.
زالت الولد؟ نزلت الولد؟ ايه معلم؟ ايه البنت بدها تتطلق. فؤاد شو رأيه؟ رح يوافق. عطيه للبنت قرشين بلا ما تفضحنا بكرة. انت ما تقلق على شي داود بيك. ماشي. ما اجيت ابدا. مين قصدك مدام؟ بنت اسكندر. توعدنا مبارح ووعدتني اليوم تجي تلاقيني. تليفونها مو معك؟ دقيلا. ما عم بترد على التليفون، تركت لها 1000 مسج. وليش لهالدرجة حابة انك تشوفيها لهالبنت؟ عندي فضول. ليش؟ مثل ما فضولك لتعرف خلفية الإسكندر القوي، كمان فضولي لأعرف عنه حتى عدد أنفاسه. ما تظن بحياتك أبداً إنه في مرة ما بتريد تعرف بنته لحبيبة اللي حتى هو ما بيعرفها. أنا وصلت. ماشي روحي، جاية فورا. يلا ماما بشوفكن. لوين يا بنتي؟ إجا مراد ناطرني برا، بكرة بجي. سيد ينطر برا؟ ليش ما عزمتيه؟ بغير وقت بابا. معقولة؟ ما بصير. حبيبتي ليش ما نزلتي؟ أنا أحمد يا ابني، صف السيارة وتعا. معلش بغير وقت. وبتجي كمان بغير وقت يا ابني. والله يا ريت تعذرني يا أحمد بيك، منظبطها مرة تانية. يلا الأيام جاي. علقنا. ما نحن صرنا عيلة. معقول نخطط لنلتقي؟ يلا ابرو عم تعمل الشاي. تفضل. لا تواخذنا مكركبين شوي. اهلا وسهلا. وشلح جاكيتك لك ابني، ارتاح، هذا بيتك كمان. لا معلش مرتاح هيك. شلحها شلحها، في دق طاولة هلأ، ما
مع انه ابرو قالت لي انه لعبك مو منيح زياده بس ما قلت لك مو منيح بابا، قلت غلبته. اعطيني جاكيتك. خليني بالاول غسل ايدي. طبعا حبيبتي دليني على المغسله. تفضل روحي من هون. تعالي. جزدانك معك؟ معي. طيب روحي جيبي لهون. من غير شي هو متزاول مني، إذا هلأ بيشوف المسدس بضوج. ليش يتزاول حبيبي؟ بكرة رح يداوم، وبعتت ورد باسمك على الجريدة. برافو عليكي. تفضل لهون. الضيف ببلش بالأول. علاقتك برئيس المخابرات علاقة منيحة ما هيك؟ أي منيحة. متخرج علوم سياسية مثلي، رجال طيب. بابا بدي أقرأ الزاوية تبع بكرة. طيب شو في داعي؟ بكرة بتقروها بالجريدة. قريلي إياها، صار عندي فضول. عقدة الدونية في العالم الإسلامي بلغة واضحة. أوباما لم يفاجئنا، لأننا نعرف الإمبراطور الفرنسي نابليون، فقبل أن يحتل مصر أعلن للعالم أنه مسلم، كما فعل إمبراطور ألمانيا الذي ذهب إلى الأرض المقدسة باعتباره حامياً للمسلمين. وهتلر ألم يعلنه مفتي القدس مسلماً؟ قرأنا لسنوات كيف أن الأمير تشارلز هداه الله، والآن أوباما. كل من له مكانة عالمية يختار الإسلام كونه الورقة الرابحة في المنطقة، لكن لماذا يبتلع المسلمون طعم هؤلاء بسهولة؟ لأن عقدة الدونية تخيم على منطقة جغرافية واسعة كالفيروس. كيف تقف ضد الاستغلال الديني وضد الإمبريالية وتمد السجاد ليسير المستعمر عليه؟ من هو؟ يقولون أفريقي ومنا ويفهمنا. أيوجد سيناتور عنده شعور تركي في مجلس شيوخهم؟ أو آخر لديه شعور إسلامي في مجلس النواب؟ لننسى هاتين، أرونا شخصاً واحداً حسه اشتراكي ديمقراطي في الإدارة الأمريكية كلها. وقتها سنعرف أوباما واحد منا أو منهم. مين عم يدق؟ أنا عمران حكمت. شو في عمران؟ ولا شي، بس كنت قريب وحبيت مر. إذا فكرك تنتحر مو هيك تنتحر. واحد مثلك بينتحر. عمران أنا مو رايق لك بنوم. أنا ما بدي إياك تحكي كمان.
بدي منك تفعل. صعب استعمال سلاح بإيد وحدة، بس شفتها مرة قال عم بيساووا إيد آلية، بس السلاح فيه عادة ما ببين وبيكون فيه حركة خاصة بيطلع السلاح لحاله. بدك تقوس مين؟ ما حدا، بس إذا حدا حاول يقوس علي اقدر رد عليه. عود. تفضلي مدام. شكرا لك. مشتهي شوف المفاجاه على وش داود بيك او اسكندر الكبير اذا شافونا. آخر مرة أجيتي لحتى تسمعي هيك موسيقى؟ ما أجيت أبداً. شو بتشربوا؟ فوندا موجودة؟ فوندا؟ مرحبا. اليوم كان عنا موعد، ليش ما اجيتي؟ مدام غنائي عاجبك، ما بجي انا لعندك، انت لازم تجي صح؟ يا الجيني البيت هوندا. بعد اذنكم لحظة. اكيد هي بنت اسكندر. Yarın senin tek hazinen.
حضرتك. صحيح، في أمر إلك. ليش هذا مراد على مدار ما بيفهم بالحكي؟ بده يتمرد على الدولة وحضرته ما بيرجع له سلاح اللي مستلمه منها؟ روحوا خدوا منه استقالته وكل شيء مسلمته يا الدولة بالورقة والقلم. استراحة صغيرة كثير ومنرجع. عن جد هالبنت موهوبة، حلوة كثير وناجحة، بنت أبوها، بتجنني كثير. شكراً. حلو. شكراً كثير، بهنيكي. حلو كثير. شكراً. شكراً. حلو كثير يا فوندا، بهنيكي. شكراً كلك ذوق. روعة. تسلم. ممكن تعطيني مي؟ ايه خبريني شو بدكم. شو بدنا يا لديز؟ بدنا نعمل حفلة يا مدام. حفلة شو؟ ما رح نحتفل السنة ببداية الصيف بالجريدة مثل العادة. حلو، بتشرف. انتي بتفكري تعملي ألبوم؟ الحقيقة انا شو رأيك؟ شو بنا؟ هلأ يعني انتو عظمتكم جايين لحتى تديروا لي أعمالي؟ أنا حابة أتعرف عليكي أكثر. عم قلك بعد عني، أنت ما بتفهم. لا ما رح بعد، شو رح تساوي يعني؟ شو بدك مني أنت؟ يعني شو بدي يكون؟ أنت شو فكر حالك بعد هون؟ لا تتدلع. لا ما رح خبي رأيي. بس كمان ما عم تقول شي. عجبتني زاوية السيد أحمد. بس لقيتها حادة شوي. قصدت أول ما قالت تكون حادة شوي. الحقيقة استغربت انتقاد أمريكا كل هالقد بجريدة الكل بيعرف إنه انتماء أمريكي. تستدعي الاستغراب ولا بتستدعي الاحترام؟ يمكن بتستدعي الاحتياط. خلصت اللعبة. الحقيقة ما كان بدي أغلبك بأول مرة بلعب فيها معك. عاملها بشخص مهذب. إذا غلبني بقبل الغلب بروح رياضية. تصبحوا على خير. مع السلامة. تصبحوا مع السلامة حبيبتي. أول مرة بابا ما بيهاجم واحد غلبه بالطاولة. لو ما عجبتني مقالته كنت شفتي شي تاني. يلا حبيبي. ممكن أعزم رفقاتي بكرة لهون؟ ومين رفقاتك هدول؟ ما عزمتهم على العرس، عيب قدام البنات. منو بتتعرف عليهم ومنو هنن بيتعرفوا عليك وعلى رفقاتك. إبرو، عائلة ورفقات بنفس الوقت كتير علي شوي حبيبتي. ما بتتأجل؟ طبعاً روحي.
مصاري بهالأزمة؟ عم ندبر حالنا بالزور، هذا كل شي معي. شو بقوصه معلم؟ مو هلأ انطور، أزمات الرأسمالية بتخلص. أنا ما بيهمني، بتدبر المصاري. لك من وين يا عيني؟ من وين بدي دبرهم؟ في عندك أراضي كتير، لك أنت شو فكرنا؟ مهابيل ولا شو؟ يا أخي خدوها. شو معلم ناخدها؟ كيف بدنا ناخدها لك شامو؟ بلوه خلاص؟ إيه حبيب اكتب لنا سند. معلم شو بدنا بالسندات؟ شو بفهمك أنت يا سوري يا فاشل؟ أنت سكوت بتنفذ على السكت. كيف صار؟ شي حلو كتير والله. صار منيح. تعرف كيف بدك تطالعه مو هيك؟ ايه بعرف يسلمه. بس ما تخبر حدا ماشي؟ انت شو عم تخبص يا عمران؟ ولا شي والله. عن جد ولا شيء؟ سيد علمدار، أنا قررت أستقيل من مهمتي وجاي خبرك بهالشي. معقولة بدنا نستسلم من أولها؟ اتطلع بشو مكلفني. هذا عم يضحك علي، بده ياني خلصك حتى السلاح اللي بجنبك. السلاح شغلي مقدور عليها. بس رح يقدر على هذا؟ إذا سمحت، أنا بحارب ضد اسكندر من موقع تاني مختلف وما بقدر استمر بهالطريقة. لا رح تستمر، ما رح نرجع لورا بالمرة. هو رح يستخدم طريقة التعجيز هلا، ممكن بمخالفة مرورية إنه يدخلك على السجن. قبل ما أصير هون قدرت نفذ مهمات أخطر من هيك. اسكندر هاد ما بيقدر يمنع يلي بدي ساوي، هو كل همه يبعدني عن اللعبة يلي عم يلعبها، بس ما راح يقدر. عبد الحي
اتصل بالشباب خلي ينتبهوا لكل خطوة بياخدوها. ما حدا يخالف النظام بنوب، وما حدا يخطي أي خطوة بدون علمي، وما حدا يتأثر باستفزازات اسكندر أبدا. أن أغبياء لحتى نأسس توازن بهي المنطقة بدون مشاركة إسرائيل. ما حدا غبي لدرجة أنه يأسس توازن بدون إسرائيل، هذا مؤكد. بس ليش لحتى ندعمكم؟ لأنه إسكندر الكبير هو القوة الحقيقية بهالبلد، بس اللي عم تدعموهن أنتو ما رح يتموا لبكرة. نحن اللي بدنا إياه منكم شغلات بسيطة. نحن بحاجة دعم تقني، أرجو تساعدوني. رح ندفع لكم سعر كتير منيح لحتى نمتلك أجهزة تنصب بتقنية عالية، وغير هيك بعتولي أسلحة خاصة وهذا بكفي. جاويد بيك يعتبر صديق مهم إلنا، وترشيحه لكم مهم كتير. بالنسبة للدعم اللي عم تطلبوه منا رح أعمل كل جهدي. شكرا كتير إلكم. على فكرة في بعض الأشخاص اللي في فريقك عم يتقربوا من إيران ويحاولوا إنهم يساووا علاقات. هذا الحكي رسائل لمراكز معينة، لما بسيطر أنا على السلطة تماماً بصفيها كلياتها. وأنا دريت إنهم عم يعطوا سلاح للمنظمات المعادية لإسرائيل عن طريق بيروت. طمن، طول ما أنا موجود برئاسة المستشارية ما راح تنباع رصاصة لأي شخص عربي. لو بتستنى جوا مو أحسن من هون؟ خايفة عليك تاخد برد. بهيك هوا نظيف ما باخد برد أبدا. أوخ، حاسس بقلبي تجدد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي ويراقبك اسكندر طول النهار والليل، شو عليه؟ انت عم تعمل شي غلط. مشكلتي يا خال اذا بروح وبدعوس جاويد تحت رجلي بفوت على السجن. لساتك معلق على جاويد؟ ليش كرهان الزلمة كل هالقد يا مراد؟ وانت ليش حبه لهالزلمة كل هالقد؟ شو قصتك؟ وين المشكلة؟ جاويد رجال بتعتمد عليه. بس رجال مقرب من اسكندر كمان. عن إذن الحاضرين المحترمين، هدول اللي قمتهم رح ينعطوا لأولاد رجالنا اللي فقدناهم بغير عمليات. مين بيعطيك الحق تاخد من حصتي جزء لآبائهم؟ مو شايف إنك أنت الوحيد اللي اعترضت؟ اسمع، هو اصلا ما بيعرف شي غير هالحكي الفاضي، لا تهتم. اصلا غدركن يلي دهورنا باذربيجان. ليش؟ نحن شو عملنا؟ منحب ولاد بلدنا لحمنا ودمنا، بس هنن شو عملوا فينا؟ ارمينيا قلعتنا من جوات ارضنا. انتو افتحوا بوابكن لانه الجهه الثانيه مسكره علينا. لك عيب. إذا التركي ما دعم التركي، إذا اللي من دمنا ولحمنا ما دعمنا بس يدعمنا الغريب، بتقوموا بتغدروا فينا؟ ما قلت لك يا إبراهيم ناصر ما له شخص فاضي. أعطيه، يلا أعطيه كمان شوي من نصيبك. أعطيه أنت إذا بدك،
عطيني انت وياه. في عنا مليون مشرد بتقولوا عن أذربيجان إن دولة غنية بالبترول وغير ثروات، بس ما بتقولوا إنه أبسط متطلباتنا مفقودة؟ ناصر، نحن لازم نطالع شحنة تانية. يا معلم، إشو السلاح بونبون؟ كيف خلص بأسبوع؟ كلمة الصبر أنتوا ما بتعرفوها؟ لا تقول ما قال لي يا إبراهيم، هذا القانون ما رح يمرق. بتراهن فكرة بيك؟ بكل المصاري اللي كسبتها من السلاح. أي قانون هاد؟ على أساس قانون الإبادة الجماعية. زعلان عليك يا إبراهيم، كل هالمصاري اللي أنت ربحتها رح تخسرها بهالمراهنة. لا تقلق علي، القانون مارد. عم يقول لك إبادة جماعية مو دعاية انتخابية. لك شو عم تحكي؟ قل لي انت لانه جهه تابعه،